حياكم من جديد متابعينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات، والأكيد بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. ممكن أخذ الكاميرا الوايد؟ إيه بس عشان أنا أبغى، لا نأخذ اللي في النص شكرا. إيه عشان هذه من التركات اللي ممكن الواحد في النص صح ولا صح في أوكي النص. ممتاز. هذه من الأشياء اللي الواحد يبغى يشوف الصورة مريحة للعين، ما يبغى يكون تضايقه أو تزعجه، خصوصا الأشياء اللي بتكون في النص أو في الطرف. وهذا أول خبرنا اليوم على موضوع الصور اللي بناخذها، بس مو أي صور، صور سيلفي يا لمية. في صور مرة تكون مستفزة، بعيدا عن المنتصف أو اللي في النص أو اللي قدام، في صور تخليك كأنك كرتون. تخيلي هذه فلاتر، من غير فلاتر والله. كيف؟ بس لما تكون الكاميرا أخذ وضعية الوايد، أو الكاميرات اللي أو الجوالات اللي فيها كاميرا تأخذ كذا الفيش آي أو الآي فيش، الزاوية الواسعة بتخلي شخصية وجهك كأنه كرتوني. وهذه مشكلة السيلفي والوايد أنجل. أبسط خضع حنعطيكم الآن عشان تحسنوا صور السيلفي نسمع مع بعض. يقول لك كثير أنه يعانوا هذه المشكلة من الوايد أنجل. السبب في هذا ترى مو أنهم ما يعرفوا يأخذوا سيلفي بس، لا، في أسباب ثانية. هو أنه كل بؤرة لعدسة الكاميرا بيغير تحريف الجسم اللي بيصوره. فإيش اللي بيحصل؟ عدسات الكاميرا ذات الرؤية الواسعة والزاوية الواسعة بتخلي الوجه زي الكرتون، وعدسات العدسات الطويلة تخلي الوجه مسطح. أتخيلي كأننا سنافر تصير. شوف ما طب اللي وجهه يبان فطيره في السيلفي، فطيره تاخذ ايش تاخذ؟ انا اقول لك تاخذ كذا بوز على جنب، على جنب ايوه، عشان أوكي. شويه لما ناخذ بروفايل تدويره الوجه تبان، هاي درسناها في الرسم. فلما نكون في الوجه كذا حتى يبان الوجه مليان. شوف من الجنب كيف. عشان كذا الناس يقول لك لي يا اخي ليه تعمل هذا البوز؟ هو ما هو تميل زي ما يقولوا. تخيل ايوه مو تميل، بس تخيل ترى تتكلم وانت وجهك على جنب. ايوه يعني كيف يعني؟ لا مو حتكلم وجهي على جنب كمان، هذا مرض بعد الشر. لا بس هو على جنب عشان تاخذ الزاويه يصير في كيرف للوجه، لكن تخيل كذا فلات. ويعني في اخر نقطه ذكروها في الخبر انه عاده ما يستخدم مصورو الوجه عدسات بقياس 88 ملي. تحلوني عشان تعرفوا هذا المقاس كيف تاخذوه. وهي عدسه طويله لا توجد غالبا في اي هاتف ذكي. اوكي خلاص لا تدوروا لانه ما حيمديكم الا لما تشتروها، لكن لا يزال بالامكان التقاط صور لنفسك والناس ثانيين. اعتقد افضل جوال للتصوير الايفون، الاتش تي سي، والسامسونج شويه يعطي دائري. هذه وفي تغبيش شوي، لكن أيوة. في النهايه اختيار الزاويه الصحيحه بيغيروا في اللون خلاص. والعشاق السيلفي العشاق السيلفي بالتحديد يعني اتوقع راح ينبسطوا على هذه الخدعه. هذا اتوقع ده هم اصلا ممكن يكونوا عارفينها ويعلمونا في الخدع الجديده، لانه حياتهم وطول حياتهم هم بس رافعين وياخذوا سيلفي. ما اتنرفز الا ما يجي احد ياخذ لك. ممكن اخذ سيلفي معك؟ طيب اوكي، يجيب لك الكاميرا كذا من تحت. طب انا وجهي كله دقن صار، ما ينفع، خذ لي من فوق، خلي الشيب شويه يترتب. هذول لازم نعلمهم على الخدعة الجديدة. من فوق من فوق حبيبي، من فوق عشان تبان انحف اكثر. عموما مشاهدينا خلونا نروح لخبري الثاني ومحبي انستغرام، وما تزال المنافسة مستمرة بين التطبيقات لمنافسة جديدة طرحتها انستغرام. وقال تطبيق انستغرام انه اضاف ميزة جديدة. هذه الميزة تمكن المستخدمين من حفظ اللايف ستوري اللي بتنزلوها على انستغرام. طبعا كلنا عارفين انه اللايف ستوري كمان ميزة جديدة اضافتها انستغرام عشان تنافس فيها سناب شات. وبالنهاية يقول انه يمكن المستخدمين من حفظ مقاطع فيديو البث المباشر بعد ان كانت تختفي تماما بعد الانتهاء من تصويرها. وايضا ذكر التطبيق عبر منصته انه حيتيح للمستخدمين خيار حفظ قصة البث المباشر فور الانتهاء من التصوير، لانه يمنح هذا التحديث مرونة الاحتفاظ ببساطة بالفيديو لمشاهدته مرة أخرى لاحقا. وأيضا ذكر التطبيق آلية تفعيل الميزة الجديدة أنه بعد انتهاء البث المباشر أضغط على حفظ في الزاوية العلوية اليمنى، وحتتمكن من حفظ الفيديو دون حفظ التعليقات أو تسجيلات الإعجاب، وكذلك عدد المشاهدين أو أي من التفاعلات المباشرة. يعني ما أعرف صراحة، نحن دخلنا لايف انستغرام نقعد نجاوب على الأسئلة، على التعليقات اللي تجينا، نقعد ساكتين، نقعد ناكل، نقعد نشرب، فإني في النهاية رح أحفظ الفيديوز بدون التعليقات. يعني حبيت أفتكر أنا إيش قاعدة أسوي. زعلتيني والله، زعلتيني. الخبر هذا بالنسبة لي أنا طرب. ليش طرب؟ أنا مسلطن، قاعد مسلطن، يعني عملتي واحدة نشازة يعني. لم يعيش بك. أنا في برامج كثير بتطلع على اللايف عندك. أيوة. إبراهيم باشا
بيستضيف ناس كل فتره وفتره وبياخذ بيعمل معهم لقاءات بتنزل على اليوتيوب كانه لقاء تلفزيوني، كسر الحواجز كلها. صحيح. بديت انا في برنامج عندي برنامج مين يغني فقره ابو كشاف، جبت جوال كشاف يتصلوا علي بيغني واحشم مو احشم انا قلت قصدي يعني اشجعهم. خلاص طلعت مثلا طلعت. فقره فضفضه مثلا يفضفضوا معايا ونتعلم من خبرات بعض، هذه كلها ايش بك الناس بتشوفها الا اذا اللي ما يحبني يعني لا يشوفها. عموما احنا نعيش نشوف حقيقي. صحيح. بس لازم اشوف لك برنامج بالنهاية على النهايه. سناب شات هو اللي متصدر بالنهايه، لا حد يحاول انه يقنعني ابدا مهما سووا التطبيقات الثانيه. اسف انا والله اسف، بس ابغى اشوف برنامج ليك على الانستغرام حقيقي، لازم حتبدع لمية. حفكر في الموضوع. والله حتبدع، خذيها مني. قد تاخرت على المدرسه؟ يوه. ولما تتاخر ايش كذا حاله كذا بانيك وكذا وتقعدي مستعجله وخايفه ولا ايش؟ اكون خايفه اني انضرب بس او ما ادخل الحصه الاولى. اسرع طريقه عشان توصل المدرسه ايش سويتي؟ بس تسرع في الطريق وكذا و... ايوه. المدرسه كانت بعيده؟ لا. طيب ايش رايك انه في طفل عشان يبي يروح مدرسته بشكل بدري وما بيتاخر مع انه تاخر على الصف راح المدرسه بهليكوبتر؟ لا. هذا اللي حصل بحي راقي في أوكرانيا تحديدا. العجب العجاب نشوف في هذه الحياة، أقسم بالله. عموما اللي مو مصدق الخبر ممكن يكتب طفل ذهب المدرسة بهليكوبتر لتأخره عن الصف. يقال إنه هذا الصبي هو أحد المسؤولين، أحد ابن عفوا أحد المسؤولين السابقين في أوكرانيا، واللي لم يعلق حتى الآن على الموقف لكنه أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما انتقد المستخدمون هذا السلوك، سلوك الأب بأخذ ابنه إلى المدرسة بطائرة هليكوبتر، ويعني أثار دهشة كثير من المارة وقت ما نزل بالهليكوبتر. شافوا طبعا الطالب نهزم الهليكوبتر من الطيارة بشيء غريب جدا في موقف السيارات عشان يلحق بالصف الدراسي. بالغت يا رجل، هذا شلون؟ هذا الفيديو طبعا شايفينه يعني. شوف يعني نحن ناخذها بحسن نيه تراد. انا لو شفتها في مواقف سيارات حقول بيعملوا عرض، بيعملوا ايفنت، بيعملوا حاجه، بس انها نازله عشان ننزل. لا يعني هو الطفل يمكن ابوه بيحقق له امنيه، انه كانت امنيته انه يروح المدرسه بهليكوبتر. طب والناس اللي ما هم قادرين يروحوا، الناس مثلا اللي... اوكي ممكن يكون انه من جد متاخر على الدوام، فاسرع حل مع الزحمه الموجوده انه يروح بالهليكوبتر. دنيا في ناس مكيف سيارتها خربان، مشاعره احاسيس ما في، حتى لو كان حي راقي معليش يا جماعة الخير. الفاضي يعمل قاضي بالنهاية، ايش نسوي يعني؟ ليش زعلان؟ خذها بحسن نية وصدقوني ما حد راح يحسس. حسبيني انه انا مقهور؟ اي واضح صراحة، مرة واضح. طبعا قولي خبرك خلاص. عموما نروح لخبر الأخير موجود معاي اليوم، وخبري عن قطار يخترق المباني في الصين، وأيضا شهدت إحدى المدن الصينية تدشين سكة قطار جديدة. هذه السكة بتمر عبر نفق داخل مبنى سكني مكون من 19 طابق زي ما احنا شايفين معانا في الفيديو. واو. طبعا جرى بناء محطة سكك حديدية خاصة بين الطابقين السادس والثامن، وجرى بناء المحطة بمعدات خاصة تمنع الضجيج من عن السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة من محطة القطار المزدحمة. وهذا المخطط الاستثنائي جنب المخططين الاضطرار إلى هدم المبنى بأكمله من أجل بناء محطة قطار. وصراحة نحن شفنا الصورة هذه أو سمعنا الخبر هذا يعني نقول يعني ضاقت فيهم الدنيا. لا والله. ليه؟ والله ما أقول كذا. والله ما أقول. تعرف إيش أقول لك؟ ايه؟ أقول لك شوف الخبيتي اللي بنرقصه يوم نمشي في شوارع اسبانيا. ايش الرابط؟ مو لازم. ايش الرابط؟ مو لازم تعرف. بس هو اهم شيء في يعني فهمت. يعني في الاخير يعني هم قاعدين ما فكروا في حكايه الطلعه والنزله، هم فكروا في يقول لك ما في صوت طبعا، ما في صوت تمنع الضجيج من اللي حوالينهم يعني. الحمد لله شكر خلاص. انا ماني زعلان ابدا، ولا ابغى اشوف القطار ولا اي حاجه. عموما احنا حنرجع مره ثانيه من جديد في ساعه شباب لاخر فقراتنا، نستمتع ونستانس وان شاء الله ويكند جميل عليكم بعد الفاصل في ساعه شباب.